مقبرة السعيد الشاهد الأكثر حضورا في ذهن أبناء مدينة تعز خلال سنوات الحرب، لكنها اليوم تزداد توسعا باتساع مساحة انتشار الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا. طبعا منذ 5 سنوات وهذه المقبرة تمتلئ يوما بعد يوم، إما بالقصف العشوائي الذي تقصفه ميليشيات الحوثية أو بالأمراض المنتشرة مثل حمى الظنك، الكورونا، الحمى الفيروسية وعدد من الأمراض. إلى جانب آلة حرب الميليشيات الانقلابية التي تحصد أرواح المدنيين بين وقت وآخر، تشكل الأوبئة والحميات الفيروسية هي الأخرى هاجسا مقلقا لدى السكان، حيث انتشرت في الأشهر القليلة الأخيرة بشكل كبير وحصدت أرواح الكثير من المرضى. احنا نقبر هنا عدد يتزايد كل مرة، يعني يزيد مرة حوالي 9 يعني 8 باليوم 10 ندفن، حتى الكمامات ما فيش معانا كمامات، لا ندولنا كفوف ولا ندولنا اي حاجه، احنا معرضين للخطر، احنا ننزلهم، احنا لا معانا حتى اي حاجه، لا كمامات ولا معانا اي حاجه ولا ندولنا اي حاجه. المجلس المحلي هذا يعني معرضين احنا للخطر، نروح لبنقها لنا احنا ندفنهم. نطالب الجهه الحكوميه تندي لنا الحفارين كفوف، تندي لنا يعني كمامات، تندي لنا حاجه يعني نحتمي به، نحتمي يعني من المرض هذا. طبعا كنا نأمل من السلطة المحلية أن تقف مع أبناء محافظة تعز في حياتهم، لكنها حتى خذلتهم في مماتهم. يعني الآن في مقبرة السعيد تزايد عدد الوفيات والذين جاءوا إلى هذه المقبرة، حتى أن القائمين عليها استأجروا البوكلين أو الشيوة لحفر المزيد من هذه القبور، علما أن هذه المقبرة لا تقوم عليها السلطة المحلية ولا شيء. هؤلاء القائمين عليها يأتوا بالحفار فيحفر، ثم إذا مات الميت أو المريض يأتي إلى هناك ويدفن بمبلغ 35,000. حتى الشهيد في محافظة تعز يستشهد من أجل الدين ومن أجل وطنه، فلا ينزل إلى تحت التراب إلا بمبلغ وهو 25,000 ريال. خلال الآونة الأخيرة أصبحت أعداد الوفيات المتزايدة ملفتة، وتوسعت معها المقبرة الواقعة في منطقة عصيفرة جوار مسجد هائل سعيد الشهير، حيث يأتي هذا الإجراء ربما نتيجة لتباطؤ الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم حتى تسهم في الحد من انتشار الأوبئة. لا يمر يوم إلا وتستقبل هذه المقبرة وحدها جثامين لضحايا قضوا نحبهم، إما بالفيروسات والأوبئة المنتشرة وإما بقذائف ورصاص الميليشيات، وما بين هذا وتلك تبقى معاناة سكان المدينة حاضرة وتتسع. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.